سلام خوتي خواتاتي، كديري لاباس عليكم؟ صحيحه المهمات الوليدات، اموركم مزيان؟ نبداو بصلاتنا على نبينا الحبيب، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله واصحابه اجمعين. خوتي خواتاتي، اللي باقي ما اشتركش ينزل يشترك، فعلوا المربع الاحمر النور جرس باش يوصلكم كل جديد ديال خوتكم سعاد، فضلا وليس امرا. خوتي خواتاتي، الله يحفظكم ليا ويخليكم ليا ويسر اموركم يا رب يا رب العالمين. المهم الحباب ديالي هنايا، راني كيما قلت لكم مشيت سافرت في هذه العطله هذه، ديت الوليدات ديالي عاد واحد الناس عزازين بزاف وخرجوني نتسارى. وما نقولش لكم البنات، هذه راني صورتها لكم من البداية، ايكيا غزاله في الطريق ديال كازا. المهم غزاله غزاله، ما نقولش لكم البنات، نتمنى من الله كاع تزوروها وتشوفوها. صراحة اختكم سعاد ملي مشيت كنت غنخلي العقل ديالي تما، والله الا كنت غنخلي العقل ديالي غزاله البنات. ونتمنى من الله هاد الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، ونكون خفيفه ظريفه على قلوبكم يا ربي يا ربي. الصراحة البنات في هذاك المواعن الحوايج كلشي داكشي راقي راقي، الصراحه شي حاجه طب، شي حاجه غزاله واعره. وقلت علاش لا نخرجكم من الجو ديال الكوزينه والجو ديال المواعن والروتينات والستريس ديال الكوزينه وديال الخدمه، والواحد يخدر عويناته ويفوش شويه. علاش لا، كيما قلت لكم انا اي حاجه تنديرها تنشركها معكم، ما تنخزن عليكم حتى شي حاجه في الحياه ديالي. المهم هادي خوتكم سعاد كيف ما شفتوا النهار الاول تشوفوني دابا، وتبارك الله شوفوا الفراشات البنات كي دايرين صراحه، غرف النوم، صالونات، صراحه في داكشي واعر 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 البنات، غزال غزال صراحه والله. ولكن ما نقولش لكم انا راه صافي والله، الا قلت لهم صافي غير سيروا وخليوني هنايا نبقى ندور صافي. والله الا الصراحه شي حاجه واعره وغزاله تبارك الله. وقال لي كيما تنقولوا داك المثال البنات، اللي ما شرى يتنزه، اللي ما شرى يتنزه، هي هذه اللي ما شرى يتنزه. وشوفوا البنات شوفوا الفراشات كي دايرين تبارك الله، ما نكذبش عليكم شي حاجه غزاله وغتعجبكم. اما الكوزينات خلاص يا البنات، والما عندك شي في المستوى واعر واعر. وها انتم البنات هذه راه تيديروا بها البزار وتيطحنوا فيها، المهم العطريه شوفوا المعن كيفاش دايرين. و كوزينات ما نكذبش عليكم الصراحه، صراحه اختكم سعاد ملي دخلت صافي العقل ديالي غيبجي. ما نكذبش عليكم داكشي واعر واعر غزال تبارك الله. قلت علاش لا تنصور، صور لخواتاتي حتى هما يشوفوا معايا. المهم داكشي اللي شفته صورته ليكم، وما بغيتش نديرهم لك في فيديو واحد، نديرهم ليكم قسمتهم على ثلاثة، قلت باش ما يجيهمش الفيديو طويل. وهانتوما البنات شوفوا كي داير داكشي غزال تبارك الله، وداكشي راقي راقي ومنايضر فيه واعر واعر. دار الصالون، صالون رومي، يا لاله يا لاله يا لاله. الله يجيب لينا ويرزق لينا وليكم ولجميع المسلمين والمسلمات، والاخت اللي داتني ساراتني فيه وضيفاتني وكبرت بيا، بغيت سيدي ربي اش غنقول لكم يحفظها ويحفظ ليها العائله ديالها وصحيحتها وطولة العمر يا ربي يا ربي. الصراحه انا ما عمري وصلت لهذا الشيء وما عمري شفت هذا الشيء، ولكن هي داتني وفرحتني وشفت الصراحه، تندعي معها بالليل وبالنهار، والله يخلي ليها وليداتها وحياتها ان شاء الله ويطول في عمرها يا ربي يا ربي. والله ما نكذب عليكم، كل ما هي انا ما نشوفش هذا الشيء الصراحه. انا اختكم سعاد راكم عارفين اني ما تنكذبش، اللي كاينه تنقولها لكم كيما بديت معكم القناه نهار الاول، اللي كاينه تنقولها، ما كايناش ما كايناش، كاينه كاينه. المهم هذا الشيء اللي عطى الله السوق، وها هو اهدام قال سيطفي واش عارف البوله. قلت لي وقفت ما وانا نصوره، شوفوا البنات كيفاش داير داك الشيء غزال تبارك الله وراقي وداك الشيء زوين تبارك الله. انا عجبني الصراحه، والناس يتقداو من هذاك الشيء زوين فيها. اي
والله يعطينا ويعطيكم الرزق والصحيحة وطولة العمر. المهم قلت نصور للناس العزيزين عليا كاملين كاملين اللي عندي في القناة، خوتي وخواتاتي المشاهدين، اللي دخل ما ينسانيش من البصيمة ديالكم ومن البارطاج، بارطاجيو لي خوتي هاد الفيديو وكملوا لي الفيديو حتى الاخير، وما تنساونيش من الدعوات ديالكم والكومنتيرات الزوينه المحفزه اللي تزيد بيا القدام وتعطيني واحد الطاقه ايجابيه وتنزيد نصور. وراه ما ساهلاش اخوتي باش تخرجي وتصوري وتتعرضي لشحال من حاجه من التليفون ديالك اللي يمشي لك وبزاف ديال الحوايج تنديروا. علاش تنقولوا نشاركوا مع خوتنا وخواتاتنا داكشي الحياه اليوميه ديالنا اللي تنعيشوها، واي حاجه عشناها جديده تنبغيو نشاركوها معكم. علاش لا، كملوا لي الفيديو حتى الاخير وما تنساونيش من البصيمات ديالكم والدعوات ديالكم ومن اي حاجه زوينه والكومنتات زوينه بحالكم اخواتاتي واخوتي، حيت تنقول خوتي واخواتاتي حيت كاينين تيتفرجوا فيا نساء ورجاله. الله يحفظكم ليا ويسر امركم كاملين كاملين خوتي وعزازين. شوفوا البنات داكشي تبارك الله غزال وزوين وراقي، وانا الصراحه ما نكذبش عليكم عجبني. شوف البلاكارد ديال الكوزينه عماليين وزوينين، واخا تنصور مزروبه حيت الناس كاينين الناس تيدوزو من تما داكشي. علاش المهم كل حاجه خديت لكم منها لقطه لقطه. شوفوا البنات هاد البلاكارات وهادشي واعر واعر، داكشي صراحه عجبني انايا. كما تنقولوا اللي ما شريت نز هادشي اللي كاين. نتمنى من هذا الفيديو يعجبكم وينال الرضا ديالكم، وخصكم سعاد تكون خفيفه ظريفه على قلوبكم احبابي، ونكون دائما دائما عزيزه وتزيدوا بيا القدام اخوتي. علاش لا، بالدعم ديالكم والدعيوات ديالكم. وهادو راهم صالمون جي كراسه ديالها والفيترينا ديالها، الصراحه داكشي انا عجبني بعد الصراحه غزال. وهنايا دايره الماكن ديال الصابون وداكشي اللي خاص بالدوش، المهم داكشي زوين تبارك الله ما شاء الله داكشي راقي. وهذا هذا غرفة النوم، شوفوا تبارك الله كي دايره، عجبوني الصراحة داكشي. الله يجيب لنا الرزق وندير واخا عير طرف منه واخا ما غنقدروش نديرو داكشي ولكن عيش حاجة بسيطة. علاش لا، ما عرفنا ربي ورزقنا من القدام شنو كاين، والله الواحد ما يعرف شنو كاين. هانتوما شوفوا البنات هاد الكويزينة كي دايره، حمقتني انا هاد الكوزينة الصراحة. الكوزينة اللي دخلت ليها ما تنسخاش نخرج منها والله الغزال تبارك الله. والتريا كلشي كلشي فيه تبارك الله، ديك ايكيه ما نقولش لكم غزاله غزاله تبارك الله. الله يعطينا ويعطيكم الرزق الصحيح وطولة العمر يا ربي. كوزينه مجهزه تبارك الله كي دايره انتوما، بالشبيكه ديال المعن بالبلاكارات بكلشي تبارك الله غزاله، شي حاجه طب ما نقولش لكم والله. نتمنى من الله الله يعطينا من عند سيدي ربي والرزق وطولة العمر يا ربي. امي عنات غزالين تبارك الله، شوفوا كيفاش دايرين خوتكم سعاد. عينيا صافي، عينيا داخو والله الا عينيا داخو حرت حرت انا ما شرينا منها حتى شي حاجه، ولكن عير قال لي اللي ما شريت نزه عير المساريه فيها راه ما تسخاوش تخرجوا منها. وقلت علاش لا، تانتومايا تشوفوا معايا علاش لا. المهم اختكم سعاد اي حاجه كاينه تنشركها معاكم كيف ما كانت، ولو تكون شي حاجه بسيطه تنشركها معاكم. هانتوما شوفوا البنات هاد الصالون كي دايره، هاد الصالمونجي غزاله تبارك الله واعره واعره. ايوا هادشي اللي كاين احبابي. نتمنى من الله ما تنساونيش من البصيمه ديالكم وبارطاجيو ليا خوتي هاد لا فيديو، الله يحفظكم ليا ويسر اموركم. بارطاجيو ليا مع الخوت والخواتات ومع الاهل والاحباب علاش لا. وما تنساونيش دائما دائما كما تنقولها لكم، ما تنساونيش من البصيمه ديالكم. ورا القناه بكم تتكبر، والقناه بجهد الله وبكم اخواتاتي وخوتي. توصلت لهذا الحد هذا، ونتمنى من الله مازال تزيدوا تدعموني بالدعوه ديالكم والبصيمه ديالكم
شوفوا البنات الكويزينات كي دايرين. نتمناها لكل وحده يا ربي يا ربي، اللي عاد مقبله للزواج ولا اللي مزوجين تنتمناها لكم. والله خواتاتي كيما نبغي الخير راسي نبغيه لكم حتى نتومايا، وما نكذبش عليكم حتى انا ما كرهتش تكون عندي شي كوزينه بحال هادي وشي فريش بحال هذاك. وكل شيء عاد سيدي ربي قريب، ما عرفنا من القدام اشنو كاين، الواحد يلقى غير صحيحته وما عرفنا الخير القدام، ما عرفنا سيدي ربي اللي مكتب ليه ربي شي حاجه في رزقه راه غتوصلت وصلوا ان شاء الله احبابي. وخليكم معايا وما تمشيو فين، وكملوا ليا لا فيديو حتى الاخير. الله يحفظكم ليا المشاهده ناقصه شي شويه احبابي، عاونوني شي شويه الله يحفظكم ليا ويسر اموركم. هادشي اللي كاين احبابي، واستودعكم الله الذي لا تديع ودائعه. وحبابي كملوا الفيديو حتى الاخير، امي على تغزالين غزالين البنات، بارطاجيوه ليا في الفيسبوك مع الاحباب علاش لا. شوفوا البنات على صالون كي داير صالون مونجي، ومنها منها